شهدت ناحية اللطيفية ببغداد تقدما كبيرا بنسب الإنجاز بمشروع ماء اللطيفية الكبير بعد عدة أزمات شهدها هذا المشروع من تخريب وأهمال وأعمال إرهابية. نحن في ناحية اللطيفية لمعرفة مجريات العمل في مشروع مجاري اللطيفية الذي تأخر كثيرا، وهذا المشروع يخدم شريحة كبيرة من المنطقة من الأهالي بطول أكثر من 100 كيلو متر بخطي طول يعني شبكة أمطار وشبكة مجاري وبطاقة 1000 متر مكعب بالساعة. يشمل مشروع ماء اللطيفية شبكات الأمطار والصرف الصحي بطول 100 كيلومتر بالإضافة إلى محطات لضخ المياه، كما يشمل وحدة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي الذي سيخدم هذه المنطقة. مجاري في ناحية اللطيفية من المشارع الحيوية اللي عانى بها المواطن معاناة، خصوصا في توقف المشروع منذ أكثر من 5 سنوات من 2014 إلى بداية 2019. يعني تقريبا جهود السيد المحافظ وزيارته واستجابته لكل التقارير والطلبات تقدم إليه اللي حاولنا الضغط على الشركة من أجل إنجاز المشروع، وحاليا وصل المشروع إلى نهاياته تقريبا، يعني باقي أكثر أقل من 15 يوم إنجاز المشروع بالكامل. وحاليا زيارة السيد المحافظ هو من أجل الوقوف على أنه هذا المشروع وين وصل إلى إنجازاته. مجاري اللطيفية من المشاريع الاستراتيجية المهمة اللي تمولها محافظة بغداد ضمن خطة تنمية الأقاليم. مشروع المجاري يضمن شبكات الأمطار والصرف الصحي بطول 100 كيلو متر، بالإضافة إلى محطات ضخ عدد 4، 2 منها صرف صحي و2 منها الأمطار، ووحدة معالجة مركزية بطاقة 1000 متر مكعب بالساعة. ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي تعمل عليها محافظة بغداد، والذي سيسهم كثيرا في معالجة أزمة المياه والمجاري في الناحية. لسمراء الفضائية علي الحسني، بغداد.